صباح الخير يا خامس، إن شاء الله اليوم رح نجي ناخد عن الهيدر اند فوتر. تمام، رح ناخد عن الهيدر اند فوتر، بس نتذكر المرة الماضية أخذنا قائمة انسيرت، أخذنا من قائمة انسيرت الاستوريشنز. تمام، أخذنا البيكتشرز كيف ندخل بيكتشرز، أخذنا الأونلاين بيكتشرز كيف ندخل أو الكليب أرت صورة من الإنترنت، أخذنا الشيبس كيف ندخل الأشكال الهندسية، السمارت أرت الأشكال الهندسية، والتشارت الرسم البيانية. اليوم إن شاء الله راح نيجي ناخد كيف بدنا إحنا ندخل هيدر أند فوتر. شو يعني هيدر؟ يعني عنوان لكل صفحة، وفوتر مثلا أسفل الصفحة. الهيدر اللي هو أعلى الصفحة، تمام، وعندنا الفوتر بيجي يامس. خلينا نصغر صفحتنا شوي، الفوتر يعني عشان اللي بتبين معانا الصفحة كاملة. تمام، خليني أكبر أنا الخط هون شوي عشان إنه ما تفكروا إنه أنا إله دخل بالخط. تمام، مثلا عندي هاي الصفحة، تمام، أنا عندي هاي الصفحة الأولى، شايفين هاي الصفحة الأولى يا مس. تمام، هاي أنا عندي الصفحة الأولى. تمام، أنا صغرت عشان تشوفوا الهيدر هيو بالأعلى والفوتر أسفل الصفحة. تمام، أنا صغرت الصفحة عندي عشان تشوفوا الهيدر والفوتر. الهيدر اللي هي أعلى الصفحة، تمام، والفوتر اللي هي أسفل الصفحة. تمام، هلا أول إشي شوفوا شو راح أعمل لما أجي أنا بدي أدخل هيدر. هلا إحنا لما نروح على مثلا على مكاتب سياحة أو على شركات، بيكون معطينا مثلا الورق للشركة، بيكون نلاقي على كل ورقة مثلا اسم الشركة. هلا هو لما يجي يكتب على كل الورق بده يطبع اسم شركة طباعة. يعني أنا على الصفحة الأولى بدي أجي أكتبها من الكيبورد، أروح الصفحة الثانية أكتبها من الكيبورد، طبعا ما رح توفي معي، صح؟ رح ياخد جهد ورح ياخد وقت مني. فأنا شو بعمل؟ باجي بعمل هيدر، هيدر لكل على صفحة واحدة، وهذا الهيدر كل ما أجي أفتح صفحة جديدة لحاله رح يتكرر لي على الصفحة اللي بعديها. تمام، هلا بروح على أنا إنسيرت، بروح على إيش، عفوا على إنسيرت. تمام، بروح على انسيرت، من انسيرت بروح على الجروب هيدر اند فوتر، شايفينه هيدر اند فوتر. هلا بالهيدر اند فوتر في عندي اشي اسمه هيدر اللي هو اعلى الصفحة يا مس. تمام، اعلى الصفحة في عندي سهم تحتيها بضغط عليها، هون بعطيني تنسيقات انا كيف مثلا انا بدي الهيدر تاعي يكون. انا بدي يكون بس تايب لحالها، انه احط عنوان، بدي اياها تكون من 3 كولومز، بدي اياها اوستيان، بدي اياها باندد. ماشي، انت بتختار التنسيق اللي بدك اياه، بتنزل من هون على السكرول بار، شايفينه اللي على السكرول بار شريط التمرير، بنزل انا بختار التنسيق اللي بدي اياه. تمام، انت بتشوف التنسيق اللي بيناسبك، مثلا هون ارقام الصفحات بالهيدر، انا بدي يكون رقم صفحة بالاعلى مثلا. تمام، شوفوا انت التنسيق اللي بدك اياه وبتختاره. مثلا انا بدي اختار اول واحد، نشوف تطبيق الاول واحد. تمام، اجيت هون شايفين، خليني أكبر الصفحة يا مس، شوفوا هاي الهيدر، شايفين طلع لي تايب هير، يعني أكتب اللي بدك إياه. مثلا أنا هون بدي أكتب، باجي بكتب لاتين ناعور. تمام، هذا الهيدر. تمام، لا انا عشان خلص لما اخلص كتابة الهيدر باجي بعمل كلوز هيدر اند فوتر. تمام، عشان يطلع لي من راس الصفحة، عشان يطلع لي من راس الصفحة، شايفين هذا الخط يامس اللي ظهر عندي المنقط، عشان انا اخلص منه واطلع من راس الصفحة شو بعمل؟ كلوز هيدر اند فوتر. تمام، هي عملنا كلوز، شايفين لاتين ناعور وين طلعت؟ طلعت على راس الصفحة. هلا لو انا بدي اجي انزل بشريط التمرير على الصفحة الثانية اللي عندي موجودة، شوفوا بدي انزل على الصفحة الثانية الموجودة عندي، نعمل انتر، هي انا بدي افتح صفحة جديدة يا مس، شايفين هي الصفحة الثانية عندي، طلعوا البيج رقم 2، هي اذا بنطلع هون بالاسفل على شريط الحال اللي عندي الستاتس بار، هي البيج 2 شو مكتوب عليها؟ لاتين ناعور. ننزل على الصفحة الثالثة كمان، رح يكون على الهيدر موجود، رح يكون موجود عندنا لاتين ناعور، وهذا يا مس احنا اخذناه بصف رابع. كيف نعمل هيدر اند فوتر؟ هذا عبارة عن اعادة كمان، لا عم تذكر شو اخذنا. تمام، بالصف الرابع. طيب هلا مس انا بدي اجي اشطبه، انا ما خلص ما بدي لا هيدر ولا فوتر. تمام، باجي على انسيرت،
بختار هيدر اند فوتر، تمام. شو